صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا، ملعب التتش التاريخي اللي عاصر كل اجيال النادي الاهلي الذهبيه. لكن احنا النهارده هنتكلم عن ثلاث اجيال بالتحديد هم اللي مثلوا النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. الحقيقه احنا اخترنا نوصف الثلاث اجيال دول ازاي، سواء جيل 2005 او جيل 2012 او الجيل الحالي جيل 2020 اللي بيشارك معظمه يعني لاول مره في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما فكينا عقود دوري ابطال افريقيا اللي فضلت مستعصيه علينا حوالي 7 سنين كامله. نبدا في البدايه بجيل 2005 التاريخي. الحقيقه الجيل ده كان جيل مرعب بكل المقاييس، ساعتها تقريبا يعني ما كانش عندنا اليقين بتاع دلوقتي في بدايه تكوين الجيل ده ان الجيل ده هيقدر يحقق كل الانجازات والسيطره على البطولات سواء المحليه او الافريقيه وقتها. الحقيقه اهم حاجه كانت بتميز الجيل ده كانت الاستمراريه. الجيل ده فضل سنين كتير جدا كل عناصره تقريبا بتطلع نار من بقها في كل الاوقات، شفناه بيكسب بطولات كتير ثنائيات وثلاثيات وبيحقق ارقام قياسيه كبيره، ووصلنا لكاس العالم 2005 بعد ما فزنا بدوري ابطال افريقيا وكنا معانا رقم قياسي ان الفرقه دي ما خسرتش على مدار اكتر من 50 مباراه متتاليه، لاكتر من سنه تقريبا محدش قدر يكسب الجيل ده سواء في ملعبه او بره ملعبه، لكن الحقيقه اتصدمنا ساعتها بالخساره من اتحاد جده بهدف دون الرد في المباراه الافتتاحيه وكانت صدمه كبيره جدا، لكن الاستمراريه اللي بنتكلم عليها واللي بتميز الجيل ده خليته رجع تاني البطوله اللي بعدها في 2006 وقدرنا نحقق المركز الثالث ونفوز باول ميداليه افريقيه في بطولات الفيفا وفي كاس العالم للانديه لما حققنا المركز الثالث وقتها. الحقيقه في 2007 الجيل ده اتحرم من المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما خسر دوري ابطال افريقيا هنا في القاهره بكوارث تحكيميه فجاه كانت واضحه للجميع، لكن الاستمراريه اللي بنتكلم عليها خلت الجيل ده رجع تاني في 2008 كسب بطوله افريقيا وكان متواجد في بطوله كاس العالم للانديه واكتفى وقتها بالمركز السادس. نروح بقى الجيل الاهلي 2012 اللي مثل النادي في المونديال 2012 و2013. الحقيقه الجيل ده كان فيه ميزه مهمه جدا بتميزه عن كل اجيال الفريق في الفترات المختلفه. يعني الجيل ده كان بيجمع بين حاجتين مهمين جدا، هو نهايه او بدايه كده نهايه الجيل الذهبي والعناصر بتاعته اللي ابتدت سنها يكبر وبدايه جيل جديد بنبتدي نكونه عشان يخلف الاساطير دول والجيل الذهبي اللي حقق انجازات كبيره للنادي في الفتره من 2005 لحد 2013. الحقيقه الفتره دي كانت فيها عناصر كتير مميزه زي وليد سليمان اللي كان لسه منضم ساعتها حديثا من انبي وكان احد نجوم الفريق دوت وفي الموسم الاول ليه ساهم في فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا 2012 وسجل شارك كمان في 9 أهداف في الموسم دوت في 22 مباراة خاضهم ما بين أهداف وصناعة أهداف لزملائه. الحقيقة الجيل ده كان فيه عناصر مختلفة ومميزة زي تريزيجيه اللي اتصعد ساعتها وكان عنده 16 سنة في أول ظهور ليه مع النادي الأهلي، ولاعيبتنا بقى الكبار زي وائل جمعة اللي وصل 35 سنة ساعتها كان في نهاية مسيرته، والحقيقة الجيل ده قدر يوصل كأس العالم ويرجع بالمركز الرابع كنهاية مميزة للجيل وكمان بداية واعدة جدا للعناصر الجديدة اللي لسه داخلة مع الفريق. الفريق رجع مرة تانية في 2013 بعد ما كسب بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن الحقيقة ما كانش موفق في البطولة كأس العالم اللي اتلعبت في المغرب ورجع بعدها بالمركز السادس وكانت بداية نهاية الجيل الذهبي اللي شفنا بعد كده بقى اللعيبة بتعتزل واحد ورا الثاني وبنشوف بقى جيل 2020 الجديد. الجيل ده بقى فيه اسامي كتير اتحفرت في تاريخنا خلاص زي الشناوي اللي بقى حارس مصر الاول وبيثبت كل يوم ان هو الحارس رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر واحد افضل حراس افريقيا في الوقت الحالي، ومعاه كمان عناصر في قمه توهجها في الموسم ده زي عمرو السوليه وعلي معلول واليو ديانج، ده غير اللعيبه اللي راجعه من اعارات وعايزه تاكل النجيله وتثبت نفسها زي محمد شريف واكرم توفيق ومعاهم صلاح محسن، واللعيبه اللي بدات تظهر عليها الخبرات الكبيره زي حمدي فتحي وكهربا ومعاهم كمان ايمن اشرف اللي ماشي بشكل كويس جدا مع الفريق، ده غير الاضافات والعناصر الجديده اللي انضمت زي بدر بنون ووالتر بواليا وبيكهام اللي في بدايه مشوارهم كده وبنتمنى لهم التوفيق مع فريقنا، ده غير اللعيبه بقى الكبار اللي دخلوا في مود البطولات بدري زي قفشه والشحات وطاهر اللي ان شاء الله يكون ليهم مفعول وتاثير كبير على الفريق في الفتره اللي جايه.
مش عارفين بداية الجيل دوت هتكون عاملة ازاي، هل هتكون زي بداية جيل 2005 الذهبي الغير موفقة واللي قدر يرجع بعديها في السنة الثانية ويكسب البرونزية، ولا بداية مميزة زي جيل 2012 اللي بدأ بالمركز الرابع ورجع برضو مرة تانية في العام الثاني. خلينا نشوف دوت ايه اللي هيحصل واللي هيبدأ بمباراة الدحيل اللي هيتابعها بايرن ميونخ عشان هيلعب الكسبان مننا في نص النهائي ان شاء الله، ونتمنى ان هو يكون النادي الاهلي. ويلا يا اهلي.